ايه صفوان بيه؟ قلم جامد قوي يا باشا. قبضوا عليها وخدوا البضاعه من شنطه العربيه، وفضلت ماشي وراهم لحد ما عرفت هم واخدينها على فين. هم في اسم النزهه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي ده يحصل؟ العربيه دي لا يمكن تتفتش اصلا، في اجراءات كتير عشان ده يحصل. طب اقفل انت دلوقتي وامشي من عندك. اقفل. اللي انا سمعته ده صح ولا انا بتهيألي؟ كارثه يا منى، مش قادر اصدق. كميه كبيره قوي، مش عارف البنت دي ممكن تقول ايه. دي لما كانتش قالت اصلا من بدري. تفتكر انها اشتغلت حبوه وهي اللي بلغت؟ احتمال كبير. ليه ما يكونش هي اللي عملت كده فعلا؟ مصيبة، خصوصا لو كانت سجلت لحمه. منى، ايه؟ احجزي لي تذكرة على أول طيارة طالعة لأي بلد. تمام حاضر. لو ما لقيتيش احجزي لي الطيارة خاصة. تمام حاضر، ماشي. يلا بسرعة. منى. أيوه. كلمي حمو قولي له البت دي تموت قبل ما توصل النيابة. لازم تموت، لازم. مالك يا ميدو مساهم كده ليه؟ مصيبة سودة تكون حنيت تاني ليها. ما انا جوايا احساس ومشاعر مش محشي قطني يعني يا باشا، ولازم تصعب عليا. ما يصعبش عليك غالي يا حنين. هو انا قد لو شربت فنجان قهوه ده واستميت ورحت في توكر ما كنتش اصعب عليك؟ هو انت مالك حاسبها معاها في الغلط وشايف ان هي اللي حاطط لك السم؟ ما الله اعلم، ما يمكن ما فيش منه الكلام ده. لا هي ده اتنطرت اول ما خدت الفنجان واديته للمسبسب بتاعها. كانت خايفة عليه، كانت عايزاني اروح في طيس. هي اللي راحت في طيس. نفس مصير ابوها بالظبط. بس انا اتمنى من الله عز وجل ان هي ما تموتش موته في السجن. تفضل محبوسه وتتعذب مدى الحياه. يا ساتر يا رب. ما بقتش فاهم انت ناويلنا على ايه، ولا واخدنا معاك على فين يا باشا؟ ولا مطرح ما ترسي دق لها. يبقى انت ناوي تعمل معاها الغداره وتشلوحها زي ما الفردة بتاعت صفوان قالت لك في المكالمة، صح؟ إن كان على الغدر، عزة اللي غدرت بيها الأول وغدرت بيك أنت كمان. إن كان على القتل أنا ما نقتلوش. سلطان الأجباري قال لي كلمة زمان لسه لازقة في مخي، اللي يمشي في الكار ده لازم يزامل الشيطان، والشيطان لا بيقتل ولا بيسرق. الشيطان باشا وردة لسانه بس، كل ما عليه ان هو يشتغل البني آدم ويخليه يعمل اللي هو عايزه بالظبط. هو ده الشيطان. فهمت يا حنين؟ يبقى انت من الآخر كده ناوي توز حد على عزة. والله لو عملت المطلوب. لا ما عملتش يبقى قدر الله ما شاء فعل. طب وهو ايه المطلوب ولا الكلام على المتغطي؟ المطلوب زمان وجاي من اسكندريه ووصل عندها كمان. ده مؤاخذه دفعه كلمتين على الماشي بنت خالتي. عايزك تفتحي مخك وتركزي معايا قوي في اللي هقوله لك. وانا شفتك فين قبل كده يا ست؟ سيبك من الكلام دوت وركزي معايا. انت اللي سرقت السكوتر يا ستي. بلا سكوتر بلا اباب. ركزي معايا، سيره حمو ما تجيش على لسانك، والحاجات اللي جوا في العربيه بتاعت واحد اسمه صفوان. ها صفوان. السلام عليكم.